السلام عليكم وياكم هيثم. طبعا اليوم راح نحكي عن الشمعات، فهاي اكو نوعين من الشمعات بالسيارات الحديثه والسيارات القديمه، او يعني هو هذا نوعين، اكو سيارات حتى حديثه بها النوع الثاني. اول نقطه من نجي نريد نشتغل نرفع السياره من الطرفين بنفس المستوى، بحيث حتى من نجي نفتح هذا البرغي ما يكون انه معشق ويا الدبل، لان يعني مثل ما قلنا طبعا هذني يسموهن اطراف عمود التوازن او اطراف الرباط، فيصير المرتبطات. فلاحظ هسه هنا شلون هاي من فتحناها طلعت ويانا ما سوت لنا مشاكل، ويفضل هاي تتبدل زوج زوج، يعني ما يفضل تبدل وحده. بالنسبه لهاي الشمعه نروح على الجهه الثانيه. هسه هنا من جاي نفتح فتح شويه وراها ظل يفتر بمكانه بحيث يفتر هو كامل، فبهيك حالة شو تسوي انت؟ تجي تلزمه، تلزم شنو؟ تلزم الشمعة. اول شي تطل واحد تليفون يلزم لك اياه، تجي انت تلزم الشمعة، سوي ضغط عليها او تجيب لها قارصة من الصفحة الثانية تلزمها. لكن هسه انا بايدي قدرت اثبتها بحيث من راح افتح بالدرين راح يفتح وياي النت واجي الرفعة اللي مساوية تايرين حتى هاي تطلع ويانا بسهولة هيك. طبعا هذا الشمعة المفروض يصير بها مقاومة، يعني ما يصير تلعب لعب بكيفها، فهسه أنا من جاي أحركها جاي أحركها بصعوبة، يعني دليل على أنه الوضعية تمام. هسه نجي على السيارة الثانية، هنا أنا طبعا عندي جاي تطلع صوت وصير مشاوط، يعني أنه من شايف تريد تلوف يمنى يسرى وأنت جاي تمشي شوية بسرعة تحس السيارة قامت تلعب. ليش؟ لأن هاي الشمعات شلون لاحظ شلون معوجة واللاستيكة مالتها طايرة هاي على الطرفين. فهنا نفس الكلام قلنا نفتح من فوق، وهنا نجي نقارنها، فنلاحظ من جوا حتى اللاستيكة ماكو، يعني واقعة رايحة. فهذا هنا نشوف شكله ونحفظ ترتيبه حتى ما تنساه. الجهة الثانية نفس الكلام، هنا هم اللي يشوفها هسه هنا اللاستيكة هم شوية يابسة، وعندنا النت مالتها معوج. هذا ليش معوج؟ شفناه بداية الفيديو الرباط يعني يلعب، البرغي مال تراخي يعني، بس ضبيناه ما سوينا له شيء. فنلاحظ هسه المقارنة بين هذني، شوف البرغي شلون معوج، يعني المفروض ما ينعوج، يعني المفروض يبقى عدل، لكن هو هذا برغي عادي، يعني ما بي فد قوة او فد شيء، يعني برغي عادي. اهم شيء الترتيب انه يكون بهذا الشكل. هذا الرباط هنا ولاحظ شلون جاي يتحرك، بس مجرد النت مالته ضبيته، يعني ما كان اكو فد اشكال. ايش عندنا بعد منه؟ هم برغي راخي اللي هو مال الراس روب، هذا البرغي هو هم تعبان شويه. طبعا كل برغي الى عزم عدا البرغي مال هاي الشمعه، هاي ما إلى عزم، هاي إلى يعني شلون قدرة على الانضغاط، فتشوف هاي انضغطت شوية يعني الوضعية تمام. لكن مثلا هسه بسيارتي يعني هاي السيفيا القديمة العاوية اللي ما عاجبتكم، تريد 11 ملم، 11 ملم يعني شلون فتحة بقد هذا، اللي هو تمو الضب النت مالتها لازم يكون مرفوع هالقد. فخلي نشوفكم إياها شنو أقصد بيها. هسه هذا مو مضبوب، هذا الارتفاع مالته شقد، أوكي؟ فاحنا هسه نقيس على هاي، لان هي نفسها هاي الفتحه واللي انا هنا ثبتتها 11. اللي يعرف بالش اسمه يعني راح يقول هي 11 وشويه او 11 اقل من 11، لكن مو مشكله. فلاحظ هسه انا هنا شلون ضابه شويه اكثر من المطلوب، لكن هي هاي حاليا جاي تقرا 11. فهو هذا العزم مال هاي البرغي، يعني اللي هو ماك عزم اصلا. هسه هذا مو صحيح، شوف ايش قد فرق، هذا بعد يحتاج نضبه اكثر. هسه تمام.